السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي قناة أم سارة. إن شاء الله نتمنى تكمل تكونوا بخير. لفيديو تاع نهار اليوم حبيت نقاسم إن شاء الله معكم الروتين تاعي لتحضيرات لعيد الأضحى المبارك 2021. إن شاء الله ربي يدخلوا علينا وعليكم الصحة والهنا. نبدأ الفيديو تاعي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات، وبيان سور الروتين تاعي اليومي اللي نكرره دائما. الأخوة تاعي الروتين تاعي العادي اليومي هو نخدم المعان، ندير الفطور تاعي، الغداء تاعي، وبيان سور حاجة خفيفة روتين يومية. بروميير دي شوز كملت هذوك المعانات تاع القهوة تاعي تاع الصباح. كما شفتوا القهوة تاع الصباح ما درتش حاجة كبيرة، فقط دي كرواسون ودرت دي توست بور مي زونفون. ا شاك جور ندوموندي لي زونفون تاعي باش يرونجيو لا شومبر تاعهم، باش هكذا يتعلموا يعاونوك وكذلك يتعلموا لا روتين تاع الدار، دائما لا شومبر تاعهم تكون بروبر ونقيه. بون هنايا لافاج تاع لي دغا انا نديرو اون فوا بار سيمين مع لي زوغي تانيك، وعندي لي كوات نديرهم اون فوا بار موا. ندير لو غران ميناج اون فوا بار سيمين، ولا روتين اليوميه خطرات هما يديروها وخطرات انا نديرها، وانا بالعاني نبوسيهم باش هكذا يولوا يتعلموا يكونوا منظمين ونقيين لا شومبر تاعهم بالعربيه. كي هما ينقي يوسخوها هما اللي ينقيوها. مباشره عندي الغسيل تاعي 2 3 فوا بار سيمين. بون غسلت القش ومن بعد نشفته لا سيشوز. وهنا خواتاتي كروتين يومية تانيك لما ننسى لا سال دو بان، يعني الروتين تاعي اليومي جاي واضح جاي باين هكذا باش نقص على روحي الخدمة نتاع لا سومان. هنا خواتاتي كيما تعرفوني انا دو بريفيرونس ندير الفطور هو على الصباح ومن بعد ندير الميناج تاعي. انا كيما اليوم درت غير حاجة خفيفة يعني مقلية وشوية سلاطة الوغ خليتهم حتى من بعد. وكيما شفتوا معايا خواتاتي بلي درت شويه تاع لي سابلي، درت غير كونتيتي صغيره تاع 250 غرام تاع 6 وهكذا. هذه هي ان شاء الله ربي يقنعنا ويقنعكم. وهذه هي غدانا حاجه خفيفه ظريف، وخرجنا مباشره باه نروحوا نشوفوا الخروف. بعد ما وصلنا لافيرم ولا المزرعة فيها فريمون عجبتنا بزاف ليسباس، وين نقدروا بدات ان شاء الله نهار العيد نذبحوا الكبش تاعنا هنايا في المزرعة هذه، وين يكونوا يتواجدوا عدد كبير من المسلمين اللي يذبحوا في هذاك النهار. بون بعيده على الضوضاء، بعيده على المدينه، بعيده فريمون سي تري كام. عجبتني بزاف ان غران ليسباس وين on a vraiment vraiment beaucoup amusé alhamdoulillah ya rabbi. bon hadou houma donc choisina khrouf kima ktbou allah w alhamdoulillah w rabbi qnana insha allah. w hadi hiya nkhalikoum ma had el الحمد لله يا ربي. والان دوكا خرجنا من لافير وحنا متوجهين ان شاء الله للدار. دونك قعدنا فيها واحد الساعه ساعه ونص هكذاك. مهم شوازينا خروف قسمه دينا الدراري يشوفوا شويه بعويناتهم، ومن بعد حطيتهم في الدار مع باباهم وفت مباشره رحت لدولاراما باش هكذا نبدا نوجد ونشري الحوايج تاع العيد اللي خاصيني.
ما بالنسبه لمشترياتي، هنا شريت الحوايج تاع العيد، برك حنوريهم لكم. دونك هذا البابي، بابي اليمونتير، وتانيك شريت ان بابي كويسون شريته من كوسكو. وهادو لي دو بواط تاع زيبلوك، فريمون ملاح بزاف سورتو باش يحافظوا لك اللحم. وهادو كو عارفين العيد فيه الشحم وفيه شونجمون دو هادو المحكات بريسك تو لي جور. الوغ شريت باكي، شريت تاني زوج بسينات هكذا باش كيما على بالكم نهار الذبيحه الزوج تاعي يحط فيهم الدواره والبوزلوف والحوايج هادوك. شريت هادو تاني لي بلا نتاع الومنيوم، انا يعاونوني بزاف خاصه في الشحم. وبيان سور هاد لا مارك تاع شاف من السكاكين الخدامه للذبيحه، وراكو عارفين. وبيان سور ما شريتش حاجه كبيره، بون هاد العيدان تاع الشوا. وهذه هي دونك كي كملنا كملت المشتريات تاعي. دونك توجهت انا والاطفال تاعي شويه للبارك باسكو قعدوا يلوموا فيا ماما ما خرجناش للبارك، ماما ما خرجناش للبارك، وحنا عندنا يوميا لو بارك. الو لعبوا شويه، حوسنا شويه، شمينا شويه هوا، وراكم معانا. دخلت مباشرة درت شوية نتاع الموسكوتشو فاني شوكولا، ودرت شوية حريرة هكذا للعشاء، حاجة خفيفة، اون سوب خفيفة ولا حريرة خفيفة، وتعشينا والحمد لله وربي قنعنا. وضفت معها شوية نتاع لي بروشيت تاع بولي والحمد لله، وتعشينا فيها بركة. وهنا يا حباباتي نخلص معاكم لا فيديو نتاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون خفيفه عليكم. وهذه هي التحضيرات تاعنا نتاع التحضيرات الاولى نتاع العيد المبارك. ربي يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والهنا ان شاء الله. وهذه الايام العشر ان شاء الله الواحد يبروفيتي فيها، يكثر من الدعاء، يكثر من القيام والصيام الى قدرتو، ويكثر من الصدقات علاش ربي علاش لا، باش ربي ان شاء الله يرفد عليه شويه بلا، ويرفد علينا هذا البلا اللي راه علينا، وربي كما قال لك يعطينا واش حنا حابين، ويغفر لنا ويرحمنا ان شاء الله يا ربي، ويدخل علينا ان شاء الله العيد بالصحه والهنا. صحه واشركم، صحه عيدكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله عن قريب في تحضيرات اخرى للعيد. السلام عليكم.